الأخبار من الحدث. الليبيون يتوافقون على آلية اختيار السلطة، والفساد يضرب الوفاق ليصل إلى سفارتها في إيطاليا. بعد الجدل السياسي، الحكومة العراقية تؤجل الانتخابات النيابية إلى 10 أكتوبر. مع إشادة صندوق النقد بإصلاحاته، السودان يستقبل وزير خارجية بريطانيا غداً مع أمل الإعفاء من الديون. أهلاً بكم على رأس هذه الساعة وتفاصيل الساعة. البداية من تونس، حيث منعت قوات الأمن مظاهرة من الوصول إلى مقر وزارة الداخلية للمطالبة بإطلاق سراح المحتجزين خلال الاحتجاجات الأخيرة، حيث اشتبك المتظاهرين مع قوات الأمن في شارع الحبيب بورقيبة في العاصمة. إلى هناك نشاهد. إذن أكدت أيضاً البعثة الأممية في ليبيا ما نشرته الحدث اليوم بشأن الاتفاق على مقترح. إذن قبل نهاية هذا الخبر، العودة إلى مراسلنا وليد في تونس. ربما هناك تطور كنا نتابعه في قبل بداية هذه الساعة، وجود تظاهرات واشتباكات ما بين قوى الأمن والمتظاهرين أمام مبنى وزارة الداخلية. إلى أين وصل الوضع إلى اللحظة يا وليد؟ مساء الخير من جديد. إذن بعد الهدوء الحذر، مسيرات وتظاهرات عديدة شهدتها تونس في مختلف جهاتها من سيدي بوزيد إلى قفصة إلى وسط العاصمة بشارع الحبيب بورقيبة. المسيرة ضمت عددا من الوجوه السياسية وممثلين عن عائلات جرحى الثورة وشهدائها وعدد من الشباب الذين طالبوا بإسقاط النظام وطالبوا باستكمال مسار الثورة وطالبوا أيضا بإطلاق سراح الموقوفين وطالبوا أيضا بتضمين عدد واستكمال قائمة شهداء الثورة وجرحاه. باقترابهم من مقر وزارة الداخلية، قامت قوات الأمن بإطلاق الغاز المسيل للدموع وفرقتهم، والمسيرة كانت تكون انتهت. بينما المسيرات في رقاب والمكناسي وقفصة كانت يعني تقريبا لها نفس المطالب، وأهمها هو إسقاط النظام واستكمال مسار الثورة، ولكنها تمت في ظروف سلمية تامة. الحكومة التونسية أصدرت بيانا، خاصة وأن رئيس الحكومة هو الآن وزير الداخلية بالنيابة، قالت إن التحركات الليلية غير بريئة وأنه لا مجال للفوضى وبث الفوضى في البلاد، خاصة وأن الاعتداءات على الأملاك العامة والخاصة كانت كبيرة جدا وشملت تقريبا مختلف الإدارات وأيضا عدد من المستوصفات والمستشفيات والمرافق العمومية كالبريد وبعض البنوك والمحلات التجارية. لكن منظمات المجتمع المدني، وكنا أسلفنا ذلك منذ قليل، استنكرت هذا الصمت الرهيب من السلطات التونسية وعدم كشف حقيقة ما يحدث ومن يقف وراء هذا الأحداث، وحذرت من الاقتصار على التعاطي الأمني مع الأحداث الدائرة اليوم في تونس. نعم وليد، يعني إلى اللحظة يبدو أن المشهد بالفعل كما وصفته، هناك هدوء حذر، لكن بالنسبة للأعداد، وأيضا أشرت لي أنه من الصعب التنبؤ بزيادتها أو بنقصان هذا العدد، إلى اللحظة يبدو كيف يبدو المشهد أمام وزارة الداخلية؟ هل هناك ربما تلاسن؟ هل هناك دفع من قبل قوات الأمن، خاصة أن هذه المرة هناك أولياء أمور موجودين أمام مقر وزارة الداخلية؟ نعم، نحن الآن حقيقة في حياة تضامن، ولكن الأصداء التي تصلنا من أمام وزارة الداخلية بشارع الحبيب بورقيبة تؤكد حسب شهود عيان أنه يعني عادت الأمور إلى الهدوء بعد تفريق هذه المسيرة التي استعمل فيها الأمن الغاز المسيل للدموع لتفريق المحتجين ومنع اقترابهم من أسوار وزارة الداخلية. ولكن فيما يتعلق بالأعداد، عدد الموقوفين قارب 1000 وفق أرقام غير رسمية، على أكثر من 630 تقريبا تم إيقافهم، معظمهم من القصر، 8 أحيلوا على القضاء، وتقريبا معظم الموقوفين سيحالون على القضاء وفق ما أكدت السلطات التونسية. وهذا ما دفع بالرئيس قيس سعيد إلى دعوة الشباب بعدم الانسياق وراء من يغرر بهم ويستغل مطالبهم الشرعية لمحاولة توريطهم في أعمال تخريبية، ودعاهم إلى عدم الاعتداء على الممتلكات العامة والخاصة، مشددا على أن مطالبهم وحراكهم الاحتجاجي يعتبر شرعيا، خاصة وأن معظم أهداف الثورة
وربما معظم قام عليه التونسيون وخرجوا إلى الشوارع سنة يعني بين 2010 و2011 تمثل في الكرامة والتشغيل والقضاء على الفقر والبطالة والتهميش، وهو ما زال ما لم يتحقق إلى الآن في ظل ظرف اقتصادي صعب واحتقان اجتماعي صار يعني متوترا أكثر وأكثر، خاصة في ظل هذه الفترة التي تخيم فيها أزمة سياسية وانقسامات كبيرة على الأحزاب السياسية وتشمل الحياة السياسية خاصة تحت قبة البرلمان، والتي تحولت فيما تحولت إلى أعمال عنف بين النواب. نعم. إذن إلى اللحظة ندعك تلتقط أنفاسك قليلا وليد، وحتى مع تطور الأحداث ربما ستكون هناك تطورات جديدة، نتمنى السلامة للجميع. شكرا جزيلا لك وليد حتى اللحظة الزميل مراسل الحدث. ينضم إلينا أيضا لتوضيح أكثر عبر الهاتف الدكتور علي العلاني الباحث في الشؤون الأمنية والسياسية، أهلا بك دكتور. دكتور كيف تصف المشهد الآن، خاصة وأنه يعني الكثير ربما كما أشار مراسلنا وليد شباب صغار، وحديث قيس سعيد بأنه دعا الشباب إلى عدم الاعتداء على مرافق الدولة العامة، وبالتالي دعاهم أيضا إلى أن لا ينجروا تحت أي شعارات قد تستغلهم أو تورطهم. مساء الخير. هو بالنسبة إلى المسيرات الاحتجاجية نجد أن الحكومة أكدت على أنها لا تقبل هذه المسيرات الليلية لأنها تنتهي عادة بالنهب والسرقة ولا ترفع فيها شعارات واضحة، وأنها تقبل المسيرات والاحتجاجات النهارية، وهو ما حصل هذا اليوم، حيث أن هناك مسيرتان حاولت يعني واحدة منها وصلت إلى أمام الداخلية والأخرى كانت تريد أن تصل. المسيرة الأولى هي مسيرة الجرحى، جرحى الثورة، تطالب يعني يطالب أنصارها بنشر قائمة الشهداء والجرحى، لأنه في الفترة الأخيرة تم نشر القائمة ولكن كانت هي قائمة يعني مؤقتة وتعود إلى 10 سنوات، وهم ينتظرون أن يصدر قرار حكومي في هذا الشأن. كيف ترى مطالب الشارع أيضا دكتور؟ يعني كيف ترى مطالب الشارع؟ إلى اللحظة كل المطالب مشروعة، يعني حديث عن الإفراج عن المحتجزين، مطالب اقتصادية وإصلاح اقتصادي، حتى وإن كان هناك جزء منها أيضا يطالب بتعديل المسار ككل. يعني هو هذا يعني أنا أحكي على المسيرة الثانية، هي أكثر وضوح، هي التي وصلت أمام الداخلية، ومعظم يعني الموجودين فيها هم من أولياء أمور المعتقلين الذين تم اعتقالهم، وربما يصل عددهم إلى أكثر من 600 شخص. هؤلاء يريدون أن يطالبوا بالإفراج فورا على أبنائهم، و هذه المسيرة بطبيعة الحال لم معناها تصل إلى معناها مبتغاها باعتبار أنها أرادت أن تبلغ بعض الشعارات، لكن دعنا نضع هذه المسيرات والاحتجاجات في إطار الجو العام. رئيس الحكومة ندد بالمطالب الغير مشروعة وقال أنه يقبل بالمسيرات المنظمة أو المسيرات التي ترفع شعارات سياسية، ولكن نجد أن هذه المسيرة التي حاول أصحابها اليوم أن يبلغوا أصواتهم ربما وجدوا نوع من الصد أمام وزارة الداخلية، باعتبار أن بعض المحاكم التونسية مثلا في محافظة بنزرت بدأت يعني تصدر الأحكام في بعض الموقوفين، هناك من يعني أخذ عاما أو عامين سجنا، وبالتالي يريد هؤلاء أن يستبقوا ربما سرعة يعني صدور أحكام حتى يتم الإفراج عن أبنائهم، وربما أو المطالبة بتدخل أو عفو من طرف الحكومة أو من طرف رئيس الجمهورية. لكن كما قلت أن المناخ العام هو الذي دفع هؤلاء إلى أن يعني أولياؤهم أو الذين يقومون بمسيرات ليلية، وهي مدانة في الحقيقة من طرف كل الأحزاب السياسية الذين تحدثوا، حتى أن رئيس الجمهورية نفسه يعني نصح هؤلاء المحتجين أن لا يتم استغلال فقرهم من طرف ربما بعض عناصر تتخفى وتتاجر بقضيتهم. إذن هذا المناخ العام الذي نتحدث عنه هو مرتبط بذكرى مرور أكثر من 10 سنوات على الثورة التونسية، وهذه الثورة من المؤسف أنها
بعد أن تم التحمس لها في السنوات الأولى أصبحت الآن في قفص الاتهام نتيجة الأخطاء الكثيرة للحكومات المتعاقبة، ونتيجة أيضا لهذا الشباب في تونس الذي تبلغ نسبته حوالي 60%، هو يقاطع الانتخابات، هو يثور ضد يعني أوضاعه الاقتصادية والاجتماعية، هو يعتبر أن هذه الثورة لم يستفد منها وإنما استفاد منها الأحزاب السياسية، لذلك خرج، ومنهم من التزم بالقانون ومنهم أيضا من كان خارج القانون، وبالتالي أعتقد أن الحكومة ستضطر إلى أن تبحث عن حل بديل لإسكات أو لإرضاء هؤلاء المحتجين، لأن الكثير من المحللين يعتبرون أن المقاربة الأمنية لوحدها لا يمكن أن تحل المشكل، لذلك نحن مقدمون في الأيام القادمة. يعني في الصورة الآن دكتور، ونحن ننقلها على الهواء مباشرة، قنابل غاز تطلق لتفريق المتظاهرين والمتواجدين أمام مقر وزارة الداخلية بالشارع الحبيب ورقيبة، يعني هناك احتقان بالفعل في الشارع. لكن أعود وأتحدث عن نقطة مهمة، أن هناك اتهامات توجه أن المظاهرات مسيسة، حقيقة ذلك؟ يعني هذا ما أوردته بعض الصحف بطبيعة الحال، هناك تحقيق فتح في هذا المجال، هناك حديث عن أن هناك أطراف يعني ليست لها مصلحة في عودة الدولة القوية إلى تونس، وبالتالي هي تسعى إلى خلق وإدامة واستمرارية الدولة الهشة عبر المسيرات والاحتجاجات المنفلتة. يعني هذه الاتهامات بطبيعة الحال لابد أن يصدر تقرير في الأيام القادمة عن الجهات التي وراءها، هناك من يقول أن فيها أحزاب متنفذة، وهناك من يقول أن وراءها تيارات غير ممثلة في البرلمان، وربما يكون الاثنان، وبالتالي يعني هذا يترك للتحقيق في قادم الأيام. ولكن بطبيعة الحال يعني هذه الأوضاع هي ستفتح أعين المجتمع المدني والحكومة على هذه الشريحة الهامة من الشعب التونسي، وهي شريحة الشباب، والتي معظمها لم يعش حتى يعني فترة ما قبل 2011، خرج يثور لأنه يجد نفسه معناها بدون آفاق أولا في التشغيل. لا ننسى أن في تونس منذ تقريبا سنتين أعلن على أن عملية التوظيف في القطاع العمومي تكاد تكون صعبة جدا، وبالتالي لهذا السبب كان الكثير منهم يشق البحار، والبعض الآخر ربما يعني يتجه نحو الاقتصاد الموازي ونحو التهريب. طيب أليس هذا أدعى دكتور مع كل هذه المعطيات التي تحدثت عنها، أن هناك مطالب مشروعة، هناك شباب يبحث عن فرص حياة وأمل، وكثير منهم اتخذ البحر السبيل ولم يعد بسبب تجارة أو الطرق غير الشرعية للهجرة، عدم وجود أو خروج مسؤول يهدئ الشارع الآن أو يتحدث مع الشارع، خاصة أن من يقف أمام وزارة الداخلية أغلبهم أولياء أمور؟ يعني بطبيعة الحال كما قلت المطالب مشروعة بدون شك، ولكن ربما الأسلوب والطريقة هي التي يعني يختلف أو تختلف حولها الطبقة السياسية. لكن في الحقيقة ما قلته يعني منذ قليل من أن على الحكومة أن تخرج وعلى الوزراء وعلى نواب البرلمان أن يتجهوا إلى هذه الأحياء والمناطق المحتقنة، هذا يعني ما يجب أن يعني يتم فعله، وقد ذكر هذا اليوم في العديد من المنابر الإعلامية، وبالتالي يعني البعض يعتبر أن هناك تقصير في هذا المجال، وهي تقريبا أول مرة يتم فيها الاحتفال بذكرى الثورة التونسية ويتواجد فيها المسؤولون أمام يعني في اتصالهم بالرأي العام، ما عدا الإطلالة التي قام بها رئيس الدولة البارحة في أحد الأحياء المتوسطة والشعبية. ولكن بطبيعة الحال هذه يعني تؤشر أو تبين إلى أي مدى لا يوجد تنسيق ربما بين الهياكل الحكومية في يعني عملية مواجهة هذه المطالب المشروعة. نعم، ستظل معي بعد إذنك دكتور علي العلاني الباحث في الشؤون الأمنية. ننتقل
إلى وليد. وليد، هل هناك تطورات في المشهد، خاصة مع أنه الآن يبدو في العاجل كمان صور مباشرة للتظاهرات في العاصمة مطالبة بإطلاق سراح المحتجزين، ويتم أيضا إطلاق الغاز المسيل للدموع لتفريقهم؟ نعم نعم، المسيرة على ما يبدو أنها ما زالت متواصلة. هي انطلقت من شارع الجمهورية وسط العاصمة نحو شارع الحبيب بورقيبة وزارة الداخلية. قوات الأمن منعت المتظاهرين من الاقتراب من وزارة الداخلية وفرقتهم باستعمال الغاز المسيل للدموع. المحتجون تحولوا إلى الجانب الآخر من شارع الحبيب بورقيبة. الشعارات المرفوعة ضد الأحزاب السياسية وعلى رأسها حركة النهضة، يقولون المحتجون، يقولون إن الشارع هو ملك للشعب والسلطة ملك للشعب، وينادون بشعارات مثل يسقط جلاد الشعب يسقط حزب الإخوان، في إشارة إلى الائتلاف البرلماني داخل البرلمان الداعم لهذه الحكومة، ومطالبهم بإطلاق سراح الموقوفين واستكمال مسار الثورة، وأيضا اكتمال قائمة شهداء وجرحى الثورة، وأيضا الاعتناء بالجوانب الاقتصادية والاجتماعية والمعاشية للمواطنين التونسيين، وإطلاق سراح الموقوفين الذين هم بالمئات على خلفية الأحداث الأخيرة. تحاول قوات الأمن الآن تفريقهم، وما زال المعتصمون وهم بالعشرات في الجانب الآخر كما قلت بعيدا عن وزارة الداخلية يواصلون اعتصامهم هناك بعد المسيرة التي انطلقت من شارع الجمهورية. يبدو أن الأمور تطورت نوعا ما، وخاصة أن وزارة الداخلية دفعت بتعزيزات كبيرة إلى مختلف مداخل شارع الحبيب بورقيبة تحسبا لأي نشاط احتجاجي أو مسيرة أخرى مرتقبة. سيتم على الأرجح إغلاق شارع الحبيب بورقيبة خاصة مع الساعات الأولى لسريان حظر التجوال الليلي في ظل الحظر الصحي الموجه الذي تعتمده السلطات التونسية اليوم لمجابهة فيروس كورونا. نعم، عدد ساعات الحظر كم وليد؟ هي في الحقيقة كانت عدد الساعات يعني من الرابعة مساء بالتوقيت المحلي إلى حدود الساعة السادسة صباحا، ولكن مع عودة الحياة تدريجيا وانتهاء الحجر الصحي الشامل ينطلق الحجر الصحي على الساعة الثامنة ليلا بالتوقيت المحلي، السابعة بتوقيت غرينيتش، إلى حدود الخامسة صباحا بالتوقيت المحلي، الرابعة صباحا بتوقيت غرينيتش، وتحاول من خلاله السلطات التونسية منع التجمعات وأيضا الخروج الليلي مهما كان سببه في محاولات للسيطرة على الوضع، خاصة مع هذا الحراك الاحتجاجي الذي شمل مختلف جهات البلاد. نعم، إذن سنكون في متابعة مستمرة معك وليد لأي تطور حاصل في شارع الحبيب بورقيبة حول مبنى وزارة الداخلية. أعود لضيفي. نعم، إذن ينضم إلينا أيضا الكاتب الصحفي حافظ الغريبي. أهلا ومرحبا بك أستاذ حافظ. أستاذ حافظ، تعليقك الآن على ما يحدث في الشارع التونسي، تعليقك على الوضع ربما المتأزم الآن حتى مع خلو المشهد من أحد يخرج يطمن الشارع أو يعطيه وعد بأن الأمور ستذهب إلى مسار بشكل أو بآخر. وزارة الداخلية تدفع أيضا بتعزيزات أكثر، وأنه هناك إجراءات ربما بحسب مراسلنا سيتم إغلاق شارع الحبيب ورقيبة، ألا يزيد ذلك من احتقان الشارع؟ مساء الخير. أولا دعني أقول أن ما شاهدناه خلال الأيام القليلة الماضية هي أعمال شغب ناجمة عن عدد هام من المراهقين ومن الشباب الذي عاش الإحباط والتهميش خلال كامل السنوات المنقضية، وبالتالي خرج في حالة غضب قصوى للقيام بعملية نهب وسرقة وحرق واعتداء على قوات الأمن الذين يرونهم أو يعتبرونهم يمثلون السلطة. لكن اليوم نشاهد أن هذا التوجه أخذ منحا سياسي بعد ركوب اليسار التونسي على هذه الأحداث التي صارت خلال الأيام القليلة الماضية وتجمعهم. أولا كان ذلك ظهر أمس في مظاهرة قليلة العدد لكنها شهدت توترا ومواجهة مع البوليس أدى إلى إيقاف عدد منهم، واليوم المسألة تتطور. هناك عدد من جرحى الثورة الذين يخرجون في مظاهرة بقيادة كذلك اليسار التونسي الذي يشهد بدوره انقساما هاما وكبيرا،
ولذلك شاهدنا أحد طرفي هذا اليسار المنقسم والذي كان يمثله الجبهة، جبهة الشعبية، بشقيها المنفصلين، أحدهم يمثل عضو مجلس النواب المنجي الرحوي، والثاني هو الجيران الهمامي الذي يعتبر من الطرف الرئيسي الذي انشق عنه منجي الرحوي. وبالتالي هناك محاولة سياسية للركوب على هذه التحركات الشبابية، والتي أخذت منحة لا قانوني، دعني أقول، ليكون الأمور واضحة، لكل شيء مكانه، لكل مقال مقاله. وأنا أؤكد أن ما حدث خلال الأيام المنقضية هو أمور خارجة عن القانون. اليوم نشاهد اليسار يركب على مثل هذه الأحداث، وهو ليست العملية الأولى التي صارت منذ في سنة 2017 تقريبا في نفس هذا الموعد في شهر جانفي. طيب. اتهم مباشرة آنذاك رئيس الحكومة يوسف الشاهد السيد حمل همامي واليسار معه بأنهم وراء عمليات الاحتجاجات وضرب المرافق، حتى لا تطغى الصورة على مطالب الشارع أيضا أستاذ حافظ، وعمليات الشغب متوقعة في أي مظاهرة تخرج في أي عاصمة عربية. هؤلاء الشباب ماذا يريدون؟ خاصة وأن هناك شعار يرفع أنه يسقط جلاد الشعب، وهنا معروف كم المشاكل التي مرت بها تونس داخل قبة البرلمان وتحت قبة البرلمان، والصراع على السلطة داخل البرلمان، حتى نعطي أيضا كل ذي حق حقه. وماذا تعتقدون غير أن يرفع اليسار يسقط جلاد الشعب الذي يمثله اليمين وبالأساس حركة النهضة، وكذلك في مرتبة ثانية فلول التجمع الدستوري المنحل والذي تمثله السيدة عابر موسي؟ إذن بالنسبة لليسار التونسي هو يرفض رفضا قطعيا كل من له علاقة بالدين وكل من له علاقة بالنظام القديم، وقد بنى مشواره السياسي كله على هذا التوجه، لكنه فقد الكثير من بريقه وألقه خلال السنوات الماضية إلى أن اندثر تماما وغابت تمثيليته في البرلمان، وهو ما يؤسف له حقا، لأن المشهد كان يفترض أن يكون متنوعا لو كان اليسار موجودا. نعم. داخل البرلمان. سأعود، لكن سأعود لك شديد. أستاذ حافظ، أنتقل أيضا إلى ضيفي لأني تركته كثيرا على الهاتف، ضيفي دكتور عليان، ما زلت معي؟ أهلا بك. نعم. هل توافق ضيفي في الحديث أنه كان لابد من التنوع، كان لابد من قبول الآخر بما معناه؟ يعني هو في الحقيقة المؤسف في هذه الأحداث هي أنها يعني فتحت أعيننا على غياب تأثير هذا الشباب، سواء من اليمين أو من اليسار أو حتى من الإسلاميين الذين كانوا يفتخرون بأن وراءهم قاعدة انتخابية عريضة، نجدهم غير موجودين في الميدان، ولم يستطيعوا أن ينزلوا ليقنعوا هذا الشباب بضرورة البحث عن وسيلة أخرى للمطالبة بحقوقهم. وبالتالي المشكل المطروح الآن هو عجز الطبقة السياسية والحزبية عن تأثير هذا الشباب، وهذا ومن هنا يأتي الانفلات ويأتي الخطر وتأتي كل الأعمال الغير متوقعة. وبالتالي لا أرى أن هناك يعني تأثيرا للطبقة السياسية في عدد هام أو في شريحة هامة من الشعب التونسي كما قلت منذ البداية، وهي تتجاوز يعني 59 أو 60% من الشعب التونسي. هذه الشريحة هي التي يمكن أن تكون مصدرا لمتاعب كثيرة في المستقبل إذا لم يفتح السياسيون أعينهم بكل توجهاتهم ومشاربهم. لابد أن يفتحوا أعينهم على أنه لا يمكن بعد هذه المناسبة، مناسبة الاحتفال بالثورة، الاكتفاء بالشعارات. هم كانوا قد ثاروا في 2011، ونحن نعرف أن يعني الثورة هي أهم شيء فيها، كان ينتظر التونسيون الإنجازات ولم ينتظروا الوعود فقط. وهؤلاء أيضا الشباب والرأي العام بصفة عامة كان ينتظر ربما أيضا يعني خطوات عملية
في إخراجه من الوضع الاقتصادي البائس الذي ربما لم تصله تونس خلال نصف قرن. وبالتالي من حق هؤلاء أن يثوروا، أن يحتجوا، لكن ليس من حقهم أن يعتدوا على الأملاك العامة وعلى على الممتلكات وعلى الأشخاص إلى غير ذلك. وبالتالي هذا هو يؤشر إلى فشل الطبقة السياسية في احتواء هذا الغضب الشعبي. نحن نلاحظ أن بعد 5 أيام في اليوم الخامس بدأت الأحزاب تصدر بيانات حول هذه الاحتجاجات، في حين أنها كانت تصدر بعض البيانات في أقل من ساعة لأشياء تافهة. وهذا ربما يزيد من نقمة هؤلاء الشباب، يعني من هذه التنظيمات ومن هذه الأحزاب التي لم تكن في مستوى الثقة التي قدمتها لهم في الانتخابات. ولهذا ستكون ربما لهذه الأحداث الأخيرة ستكون لها تبعات وتداعيات في أول محطة انتخابية مقبلة. ولهذا تونس يعني إذا لم يستفق الجميع ويغيروا من طرق عملهم ويحاولوا أن يبحثوا عن حلول عملية ويحاولوا أن يلتصقوا بهذا الشباب، لأن هذا الشباب بطبيعته له هذا الفوران، له هذا الغضب، وأيضا له هذا يعني عدم الصبر، لأنه صبر طويلا على المشاكل التي يعيشها ولم يجد حلا. وأعتقد أن هذه الأحداث سيكون لها ما بعدها، سيكون لها تأثيرها أولا في الانتخابات القادمة، وثانيا أيضا في يعني طبيعة التعاطي والتعامل مع القضايا الاقتصادية والاجتماعية. حكومة السيد المشيشي إذا لم تسرع بإجراءات عملية هامة لاحتواء هذا الغضب الشعبي، ربما ستكون الأمور أكثر حدة وأكثر مأساوية. وبالتالي ربما هذا الجانب الإيجابي في هذه الاحتجاجات هي أنها فتحت أعين السلطة على ضرورة تغيير سياستها بشكل جذري أمام هذه التظاهرات. نعم. هذه التظاهرات أيضا تبرز أيضا استقالة العائلة. نحن عندما نرى شبانا في أعمار 12 سنة و 15 سنة وهؤلاء ليسوا مؤطرين، لا فقط من طرف الدولة غير مؤطرين ومن طرف هيكل المجتمع المدني، بل أيضا من حيث من طرف أسرهم. وبالتالي هذه أيضا مشكلة سوسيولوجية يجب أن يتم الانتباه لها، وقد تناولتها المنابر الإعلامية البارحة واليوم. وبالتالي نحن يعني في تونس أعتقد أن ما حدث له جانب سلبي، له إيقافات، وأكيد أن رئيس الدولة والحكومة سيجدون الحلول لذلك فيما يخص الإيقافات، ولكن أيضا هي فتحت أعينهم على أن السياسة المنتهجة نحو الشباب ونحو أيضا الطبقات الاجتماعية الهشة يجب أن تتغير بشكل جذري، وإلا فإن هذه الطبقة السياسية ستتم محاسبتها ومعاقبتها في الانتخاب في أي انتخابات قادمة. نعم. إذا ابقى معي بعد إذنك دكتور علياء، بحاجة إلى سماع صوت الشارع وما يدور أيضا في الشارع التونسي. وزير التعليم الطيب هو ما يحرش على السيدة، مدير السجون الطيب، وزير الصحة الطيب، وزير السياحة الطيب، كان يخرج مربوط ينكح سياحة، وزير التعليم الطيب كان ينكح تلميذ، ما يحلوش. نعم، إذن هذا هو صوت الشارع التونسي. مظاهرة وكما تبدو أمامكم الآن، لا يستخدم من قبل المتظاهرين أي أساليب عنف، واقفون في أماكنهم يرفعون مجموعة من الشعارات المطالبة بكثير من المطالب. أعود لك أيضا الكاتب الصحفي أستاذ حافظ الغريبي، يعني قيادي في حركة النهضة عندما يتحدث مهاجما الاحتجاجات أو مهاجم الاحتجاج، ما يجري تخريب وليس ثورة، تعليقك؟
ربما فيما يتعلق بالأيام التي عفوا بالليالي التي مضت والتي شهدت فيها عمليات الحرق والنهب والسلب، فعلا هو تخريب وليس شيء غير ذلك، لكن يبدو أن المعركة تحولت من تخريب إلى مواجهة سياسية لا داخل قبة البرلمان بل في الشارع التونسي بين اليسار. وأعتقد أنه ربما خلال الأيام القادمة والساعات القادمة إن تطورت الأمور نحو الأسوأ أن نشاهد كذلك أطراف يمينية تخرج الشارع لصد أو لرد هذه الاحتجاجات، لكن يبدو أنه طيب. إلى حد الآن الأمور تتجه لمن يتابع الشأن التونسي أيضا ومهتم يتابع الشأن التونسي الآن أستاذ صحفي، ما المقصود بالأطراف اليمينية؟ ليس كل الناس على علم بالتركيبة السياسية داخل تونس. لا، أنا عندما أتحدث عن أطراف يمينية فلا أتحدث فقط عن حركة النهضة بل كذلك عن فلول أخرى، أتحدث عن ائتلاف الكرامة الذي أضحى يمثل قوة فاعلة داخل البرلمان وحتى في الشارع التونسي وحتى عبر وسائل التواصل الاجتماعي، لقد أصبح له وزن هام داخل هذا المشهد السياسي اليوم، وهو حتى وإن لم تكن له كتلة نواب كبيرة لكنها يبدو أنها كتلة فاعلة في الكواليس وفي الخفاء وتحرك الأمور بالشكل التي تريد وتعدل الكفة في اتجاه ما. إذن هذا قراءتي للأشياء، لكن شخصيا أستبعد أن تتواصل الأمور بهذا الشكل. أتمنى أن يرجح العقل، أتمنى أن يسارع السيد رئيس الدولة بإجراء الحوار المطلوب والذي تقدم به اتحاد عام تونسي للشغل، وأتمنى كذلك أن لا يكون رئيس الدولة طرفا في أي توجه كان وأن يكون فعلا طيب. أبرز ما قدمه الاتحاد العام للشغل أستاذ حافظ يعني يتركز ويرتبط بهموم الشارع، يحقق أمنيات شباب بحاجة إلى العودة للمدارس، بحاجة إلى العودة لتأمين حياة، هل هذا يعني يتوافق أيضا مع ما يتألم منه الشارع التونسي؟ سيدتي دعني أفسر لك بعض الشيء، هذا المشهد ربما الذي يبدو غامضا لدى البعض. تفضل. هناك مجتمع تونسي مكونا من الثلثين من الشباب بالأساس وبقية والثلث الآخر هو أساسا بين المتقدمين في السن وكذلك من الصغار جدا. إذن هذان الثلثان تقريبا أو 60% حوالي من الشباب لا يمكن بشكل أو بآخر السعي إلى إدماجه داخل البقية، بل على البقية أن تندمج داخل هذه الكتلة الهامة من المجتمع التونسي التي يمثل الشباب. اليوم هناك نوعا ما قطيعة، لأن الذين يحكمون الذين يديرون شأن البلاد هم أساسا من الأطراف المتقدمة في السن التي لا تشعر ولا تحس بهموم هؤلاء الشباب، وبالتالي من ذلك يحدث كثير من هذه المصادمات العنيفة وهذه الصدمات التي نشاهدها. اليوم في حاجة إلى أناس يفهمون هؤلاء الشباب، يشعرون بهم ويترجمون. طيب حضرتك بتتكلم على نسبة ليست قليلة أستاذ حافظ، نتحدث عن نسبة 60%، يعني مورد بشري كبير هو من ستعتمد عليه الطاقة الإنتاجية فيما هو قادم، إذا ما تحدثنا عن أساليب تعليم لها يعني الشباب يبحث عنها في أحقيته في وجود أماكن للتعليم، أماكن لا يذهب إلى قوارب الموت ولا يغامر في ذلك مع اختلاف الفئات العمرية. فعلا كما قلت هؤلاء هو نسبة هامة ولها وزن وهي فاعلة، لكنها للأسف الشديد لا تشارك في المشهد السياسي كما يجب أن تشارك، وتركت وفسحت المجال لطبقة معينة لتدير الشأن. وربما رئيس الدولة عندما كان خلال المدة الأخيرة التي سبقت انتخابه إلى دفة الحكم كان على علاقة بهؤلاء، كان على اتصال بهم مباشر من خلال التنسيقيات التي كانت تنظم له حملته الانتخابية، وبالتالي كان مقتربا منهم جدا ويستمع إليهم ويتفاعل معهم. لكن أريد اليوم فقط من موقعه ككاتب صحفي كإعلامي كوطني يهمه شأن بلاده أن يسارع كل الأطراف إلى الالتفاف حول مائدة الحوار يمينا ويسارا، شبابا وكهولا وشيوخا، لكي يبحثوا عن حلول لهذا الوطن
لكي يضبطوا خريطة طريق واضحة المعالم تنفذها حكومة صلبة وقوية ومدعومة بشكل هام وهام جدا من مجلس النواب، وأن يلتفت كذلك مجلس النواب إلى تعديل الأوتار داخله، إلى مراجعة قوانينه، إلى الإسراع بوضع محكمة دستورية، إلى وضع السكة على البلاد، وضع البلاد على السكة الصحيحة التي تقودها نحو طريق الازدهار. نحن تقدمنا شوطا هاما وهاما جدا في المجال السياسي، في المجال الدستوري، في المجال القانوني، في كل المجالات، لكن للأسف الشديد نحن عربات الاقتصاد، عربات المجتمع، ظلت متأخرة جدا، ولابد من قاطرة قوية لدفعها نحو الأمام وتحريك هذه الأمور حتى لا يحدث المحظور. نعم، أعود لك دكتور علياء، يعني ربما الحديث هنا أصبح عميق جدا لأنه يتحدث عن مطالب موجودة وشارع يطالب، والحديث أيضا عن 60% هم حصيلة كبيرة ليست قليلة إذا ما قاطعت الانتخابات، إذا تغيب التوازنات، تغيب الأحقية، وتغيب أيضا العدالة. حكومة وبرلمان الآن هناك تعويل كبير عليها، وماذا بعد تغيير 12 وزيرا؟ يعني هل من المنتظر أن تذهب الدفة إلى اتجاه آخر؟ هو هذا ما هو مؤمل، لكن نحن لا نعرف أن السيد رئيس الحكومة إن كان سيقدم تشكيلته التي أعلن عنها والتي لم تجد قبولا من طرف العديد من الأحزاب السياسية بما فيها الحزام السياسي الذي يستند إليه رئيس الحكومة، نظرا إلى وجود حوالي 2 أو 3 أسماء تحوم حولهم يعني تضارب مصالح أو شبهات فساد. إذن بقدر ما سيستجيب رئيس الحكومة إلى مطالب الطبقة السياسية، وبقدر ما يقدم برنامجا اقتصاديا واجتماعيا يحظى يعني أو يكون قادرا على أن يتم تطبيقه وليس مجرد شعارات فقط، عندها يمكن أن نتحدث عن امتصاص النقبة أو امتصاص هذه الصدمات. ولكن في الحقيقة لكن لم يعد الشارع العربي شارع غير متابع، الشارع العربي متابع، والمشاهد العربي متابع، والمواطن التونسي ذكي ومتابع، يستطيع تحليل الأمور وتفنيدها، خاصة أنه يعيش تحت وقع هذه الظروف الآن. عندما نتحدث على أنه هناك من يعينون وهم تحوم حولهم شبهات الفساد، ولماذا يجرب المجرب؟ يعني هذا هو الرهان الذي تحدثت عنه. أنا أعتقد أنه ستقع بعض التغييرات في التركيبة الحكومية التي قدمها رئيس الحكومة منذ أيام، ولكن المسألة هي ليست فقط في هذه المجموعة. الآن أمام الحكومة أمران، الأمر الأول ما هي الإجراءات المستعجلة وما هي الإجراءات الآجلة، لأن هذا الشباب سوف لم ينتظروا إلى غاية 2024 لكي يعني يتمتع ببعض المطالب التي يطالب بها. جميل. الآن وضعنا يدنا على مفصل هام جدا، وضعنا يدنا على مفصل هام جدا دكتور علي، ما هي الأمور المستعجلة خاصة في ظل شعب ينتظر، شباب ينتظر، شارع يشتعل وما زال يشتعل، حتى نمنع حتى على الأقل ركوب موجة سياسية أخرى الشارع في غنى عنها؟ يعني أعتقد أنه من بين المطالب المستعجلة هو يعني هذه المطالب المستعجلة ذات شقين، شيء شق سياسي وشق اقتصادي واجتماعي، وهو الهام الذي ينتظره هؤلاء المنتفضون أو هؤلاء المحتجون. أعتقد أن من بين المطالب المستعجلة هو الإجراءات الحكومية، وربما تكون متدرجة ولكنها تكون قابلة يعني للإنجاز والتحقيق. بعض الإجراءات في ما يخص يعني إحداث أقطاب تنموية جهوية، يعني هذا الشعار رفع منذ زمن ولكنه لم تتوفر له الاعتمادات المالية الكافية، وبالتالي يعني هذا على المستوى الاقتصادي والاجتماعي، لأن هذا سيحل نسبيا مشكلة التشغيل وسيزرع الأمل في هذا الشباب الذي فقد الثقة في التوظيف، باعتبار كما قلت في البداية أنه منذ حوالي 2 أو 3 بدأ الحديث عن إغلاق التوظيف في القطاع العام،
وبالتالي نجد أن هناك وقطاعات كثيرة تأثرت، يعني كانت هي مصدر رزق للكثير، وسأتحدث معك فيها بعد أيضا وبعد إذنك تبقى معنا دكتور علي. ننتقل إلى مراسلنا أيضا لمتابعة أي تطور الآن حاصل في الشارع. وليد، هل هناك جديد في هذا المشهد؟ مساء الخير. حول المحتجون في شارع الحبيب بورقيبة تحركهم الاحتجاجي من قبالة وزارة الداخلية إلى قبالة المسرح البلدي بعد الاشتباك مع قوات الأمن التي استعملت الغاز المسيل للدموع، وأيضا حاولت تفريقهم، خاصة وأنهم اقتربوا من وزارة الداخلية وسط حضور أمني كثيف وتعزيزات أمنية كبرى، وتم إغلاق شارع الحبيب بورقيبة في الحقيقة في العاصمة بعد الاحتجاج الليلي. تعتبر هذه أول أو يعتبر أول حراك احتجاجي سلمي ترفع فيه شعارات مطالبة بإسقاط النظام وإنهاء حكم. هم توجهوا إلى مسرح البلدي لقرب هذه المنطقة وليد، أم يعني ما هي أهميتها أيضا لمن لا يعلم؟ لا هو فقط لأنهم أرادوا التظاهر وسط الشارع الرمز شارع الحبيب بورقيبة. تم محاولة تفريقهم من أمام وزارة الداخلية، اقتربوا من المسرح البلدي ولكن دائما وسط شارع الحبيب بورقيبة الشارع الرمز. إذن قلت المطالب هي بإسقاط النظام وإنهاء حكم الأخوان ومواصلة مسار الثورة وتصحيح وإتمام قائمة شهداء الجرحى الثورة وشهداها، وأيضا إطلاق سراح الموقوفين، وهو ما طالبت به منظمة العفو الدولية لطلب السلطات التونسية بما اعتبرته إيقافات تعسفية في الأحداث. تحملني معلش يا وليد، لأنه بحاجة إلى يعني التركيز مع الشارع أكثر. نقطة إسقاط النظام، هل رفع هذا الشعار على مستوى التسع محافظات داخل تونس أم أنه اقتصر على مناطق بعينها أو احتجاجات بعينها؟ هذا الشعار تقريب يكاد يكون ربما القاسم المشترك الأكبر بين مختلف التظاهرات والمسيرات في تونس، خاصة مطالبات أيضا بحل البرلمان وأيضا بحل الأحزاب، وهو ما طلب أيضا من الرئيس قيس سعيد. هذا الشعار يأتي نظرا لأن المحتجين يرون أن الحكومات المتعاقبة والحكومة الحالية والطبقة السياسية برمتها فشلت في طاعته مع المطالب الشعبية التي المتكررة في الحقيقة منذ سنة 2010-2011 إلى اليوم، وهي الشغل والحرية والكرامة الوطنية والقضاء على البطالة والتهميش وإرساء التمييز الإيجابي في على الأقل 14 ولاية، إن لم نقل في كافة مناطق البلاد، حيث تتعطل ربما المرافق وأيضا تغيب التنمية من مختلف جهات البلاد وخاصة منها الداخلية، وبالتالي هم يحملون المسؤولية للحكومات المتعاقبة من جهة وأيضا للطبقة السياسية برمتها الذين يرون أنها انشغلت بالخصومات والانقسامات السياسية ولم تنكب على معالجة الملفات التنموية وأيضا إصلاح فيما يتعلق بقطاعات حساسة كالصحة والنقل والتعليم وأيضا الرفع من المقدرة الشرائية للمواطن التونسي. نعم، أيضا أتركك وليد تلتقط أنفاسك وربما يتغير المشهد إلى الأفضل، وهذه أمنيتنا. أعود إليك دكتور علي في نقطة تفصيلية بسيطة حضرتك ذكرتها قبل أن أنتقل إلى مراسلنا، أنه إجراءات حكومية متدرجة قبل الإنجاز والتحقيق، إحداث أقطاب تنموية جهوية، ما المقصود بذلك وما مدى عمق تغييرها، يعني صميم هذه النقطة تحديدا؟ هو بطبيعه الحال الاقطاب التنمويه هذه من الافكار الجديده التي كان قد طرحها السيد المشيشي في تحويره الاخير، يعني حيث وقع يعني دمج وزارات في وزاره كبرى تشرف على كل ما يتعلق بالتنميه، ولكن بطبيعه الحال المطلوب هو الان رؤيه، يعني او عندما نتحدث عن إجراءات اقتصادية وتنموية عاجلة هي إجراءات تكون مرقمة من حيث نوعية المشاريع، من حيث يعني مردوديتها، من حيث طاقة تشغيلها، وهذا في الحقيقة هو سيكون بارتباط بالحوار الذي طرحه الاتحاد العام التونسي للشغل مع اتحاد الأعراف، لأن هذا الحوار سيرتكز في ثلثيه على القضايا الاقتصادية والاجتماعية، كيف يتم إصلاح المديونية، كيف يتم يعني التنقيص من موجة الغلاء، كيف يتم يعني احتواء التضخم المالي.
هذا يعني بشكل مستعجل، لأن المواطن الذي يحمل قفته أو كيسه للذهاب للاشتراء إلى واجبه الأساسية أصبح الآن ينفق تقريبا 3 مرات ما كان ينفقه منذ يعني ما قبل 6 أو 7 سنوات، وبالتالي أصبحت الأوضاع أمامه صعبة جدا، بالإضافة إلى تداعيات الكوفيد التي زادت الأمر سوءا. لكن ما جعل هؤلاء الشباب يحتجون هو أنه لا توجد أمامهم رؤية واضحة، لم تقدم الحكومات السابقة تفصيلا لكيفية خلق الثروة ولكيفية معناها خلق فرص للتشغيل وتنمية الجهات المهمشة، وما ما يعرف في الدستور التونسي بالتمييز الإيجابي. هناك جهات منذ تقريبا 60 سنة لا تزال على حالها ولم تتغير إلا بشكل بطيء جدا. هذه الجهات بطبيعة الحال وأخرى لا يمكن فترة أن فترة زمنية طويلة 60 سنة دكتور، يعني ليست بقليلة، أجيال تتعاقب عليها. ستبقى معنا دكتور علي من فضلك، سننتقل إلى جزئية بسيطة ونعود لكم. إذن يبدو الشعار المرفوع أو حتى الصوت الذي سمع الآن يا غنوشي يا سفاح، سبق ذلك أيضا شعار مرفوع يسقط حكم المرشد. وليد، إلى الآن كيف هو المشهد أيضا؟ إذن كما قلت لك زميلتي العزيزة، يعني المحتجون حولوا احتجاجهم من أمام وزارة الداخلية إلى حدود المسرح البلدي، تقريبا هي الشعارات نفسها، إسقاط النظام وأيضا تصحيح مسار الثورة الذين يرون أنها سرقت منهم وذهبت إلى جيوب الأغنياء والأحزاب السياسية التي هي منشغلة عنهم. فيما يتعلق أيضا بالأقطاب التنموية، هناك حديث عدد كبير من الخبراء يعني يقول أن المنوال التنموي التونسي قد انتهى بشكله الحالي، وتقسيم البلاد الآن إلى 3 أقاليم كبرى شمالا ووسطا وجنوبا مع اعتماد المحافظات 24 أصبح غير ذي جدوى. هم يطالبون بأن يتم المرور من التقسيم الثلاثي للأقطاب التنموية إلى التقسيم السداسي، ولا يكون بطول يعني شمال وسط وجنوب، وإنما تقسم البلاد إلى 6 أقسام مع مراعاة المناطق الداخلية، وتكون من الساحل إلى الداخل من شمال البلاد إلى جنوبها، وتتم معالجة كل مشاكل التنمية بهذه الأقاليم 6 على قدم المساواة بين مناطق الداخل ومناطق الساحلية، وربط مناطق الداخل بالمناطق الساحلية للحث على قيام أو بعث المشاريع بهذه المناطق الداخلية عبر بنية تحتية متطورة. وأيضا هناك نقطة أخرى تتعلق بالعدالة الجبائية، وأيضا إصلاح ربما المالية العمومية في تونس التي أصبحت مهترئة جدا، والتي لم تتعاطى معه ولم تتجرأ أي حكومة منذ تقريبا سنة 2011 إلى اليوم في التعاطي معها بشكل جدي، من تغيير المنوال الاقتصادي وتغيير الأقطاب التنموية من 3 إلى 6 وإصلاح المالية العمومية، وأيضا تحقيق العدالة الجبائية فضلا عن العدالة الاجتماعية، خاصة وأن دافعي الضرائب هم من الموظفون ومن الطبقات الفقيرة، وهم يتحملون القسم الأكبر من دعم ميزانية الدولة في ظل غياب التنمية وفي ظل غياب الاستثمارات التي تراجعت كثيرا نظرا للإرهاب، لا ننسى عام الإرهاب الذي ضرب تونس كثيرا، وأيضا الاحتجاجات والاعتصامات المتكررة في مختلف مفاصل الإنتاج من فوسفات وبترول وغيرها، نذكر الكمور، ما حدث في الحوض المنجمي، فضلا عن الاحتجاجات القطاعية الأخرى في الصحة في التعليم وما إلى ذلك، التي أضرت بصورة البلاد وعطلت منوال التنمية، لتختم ذلك أزمة كورونا والتي تقريبا عطلت كل آليات الإنتاج في البلاد. نعم، أيضا شكرا لك وليد حتى اللحظة، في متابعة مستمرة معك. أعود لك أستاذ حافظ، يعني ما طرحه وليد الآن كان يتحدث فيه أيضا دكتور علي العلاني، وإن كان بشكل مختلف ولكنه يصب في نفس المنحة، أنه تنمية اقتصادية ربما عدالة حتى في التوزيع.
يتم المرور من التقسيم الثلاثي إلى التقسيم السداسي، يعني تقسيم البلاد إلى 6 أقاليم بحيث تتم معالجة مشاكل التنمية بالتساوي. وهنا المقصود بها أنه ربط الداخل بالخارج، المقصود بها بأنه هناك تكون هناك عدالة في التقسيم حتى في الموارد وحتى مشاكل الأقاليم. هل أنت مع ذلك؟ يعني ما مدى نجاح ذلك أيضا في ظروف تونس؟ أولا المسألة مستعجلة جدا ولا تتطلب مثل هذه الإجراءات التي تدوم سنوات لجعلها أو لتنفيذها وجعلها على أرض الواقع. اعتقادي أن المسألة لا تتطلب مثل هذه الأمور في مثل هذه الظروف. أولا لابد من حوار يجمع كل الأطراف لتجاوز هذه الإشكاليات ولتهدئة الشارع ولوضع خريطة الطريق تكون بالنسبة للجميع هدفا ومنوالا يسيرون عليه. وفي نفس الوقت وهذا هو الأهم أن نبيع حلما لهذا الشعب الذي عانى طويلا وانتظر كثيرا ولم يشاهد شيئا من أهداف الثورة يتحقق. هذا ثاني شيء، لابد من مصالحة وطنية شاملة في نفس هذا الإطار لإعادة الأمور إلى نصابها، تجاوز هذه المشاكل التافهة، رفع اليد على الاستثمار الوطني وعلى رجال الأعمال أو غيرها من كل الأطراف لتعود حركة النشاط الاقتصادي إلى الدوران الذي تعطل سنوات طويلة. واعتقادي أن تونس لا تستوجب كثيرا من الأموال أو من ضخ الأموال أو من إنفاقات، يكفي أن تعود الأمور عجلة الاقتصاد إلى الدوران، يكفي أن يعود الاستثمار كما كان منذ قبل لتتحرك المشاريع الكبرى وليتحرك القطاع الخاص ويقدم الإضافة لهذا البلد حتى تهدأ الأمور وتتوفر مواطن الشغل وتعود الحركية التي كنا نعيشها خلال السنوات المنقضية والتي ربما سبقت بكثير الفترة ربما دعني أقول المضطربة التي تلت سنوات الثورة. جميل أنه مجموعة من الحلول طرحت للرأي العام، يعني مناقشة وضع تونس ليست فقط تحليلا لمظاهر الشارع أو ما يحدث في الشارع. أعود إليك أيضا سريعا قبل انتهاء هذه الساعة دكتورة علية، يا غنوشي يا سفاح يسقط حكم المرشد، عن ماذا يعبر هذا الشعار؟ يعني هذا الشعار في الحقيقة يعبر عن مواقف تيار معين وبطبيعة الحال معظمه من اليسار ومن يسار الوسط. وبطبيعة الحال أعتقد في تونس كل الشعارات مطروحة هناك، يعني من حق المواطن أن يعبر عن رأيه. ربما أيضا هو رسالة موجهة للسيد الغنوشي لا فقط من اليسار، فقط اليوم هناك الكثير من الليبراليين الذين تحدثوا عن أن أزمة جزء هام من أزمة تونس تتعلق بطرق تعامل حركة النهضة وخاصة الغنوشي. منها هناك من طالبه اليوم من هؤلاء الليبراليين بالتخلي عن أو الاستقالة من رئاسة البرلمان. إذن هي مواقف عديدة. الشيء الجميل في تونس هو أننا نستطيع أن نتخاصم وأن نرفع الشعارات التي نريد، ولكن في نهاية المطاف هناك لدينا مجتمع مدني قوي وهذا الذي حمى تونس من السقوط. لدينا وهذه هي القاعدة العريضة دكتور علي، المجتمع المدني التونسي، يعني هذه هي القاعدة العريضة الآن في تونس. يعني أتوجه لكم بالشكر الجزيل على هذه الساعة المفصلة والتي تناولنا فيها أحداث الشارع وما يدور فيه، دكتور علي العلاني الباحث في الشؤون الأمنية والسياسية، شكرا لك. أيضا ضيفي أيضا مراسلنا من تونس وليد عبد الله، شكرا لك وليد حتى اللحظة، من تونس أيضا الكاتب الصحفي حافظ الغريبي، شكرا جزيلا لكم ضيوفي. مشاهدينا ما زال الشارع التونسي محتج. كانت المظاهرات قد بدأت في شارع بورقيبة أمام مبنى وزارة الداخلية، شعارات كثيرة رفعت. حاولنا بقدر الإمكان استيضاح الأمر من خلال مراسلنا ومن خلال طرح ضيوفنا أيضا لمجموعة من الحلول، هم أبناء تونس ويعلمون بما يدور داخليا حتى على الأقل في شرح الوضع تفصيليا، ما يعانيه الشارع، طبقة الشباب ماذا تريد، إلى ماذا يطمح الشارع أيضا، هل من الممكن إيجاد حلول سريعة وناجعة لمنع عدم الاحتقان داخل
الشارع التونسي. إلى الآن العواجل ترد على الشاشة بأن تونس ما زالت تحتج، شعارات كثيرة مرفوعة، يبدو أنه حتى أبرز الشعارات التي كانت مرفوعة أنه حل البرلمان، حل الحكومة، يا غنوشي يا سفاح، يسقط حكم المرشد. سنكون معكم في متابعة مستمرة إذا طرأ أي جديد داخل هذه المظاهرات. شكرا لكم على المتابعة، على رأس الساعة القادمة معكم.